رحب بحضراتكم جديد، فقرة جديدة من فقرات هذا الصباح في الحياة. طبعا فكرة السياحة مهمة جدا بالنسبة لمصر، ودخل مهم جدا بالنسبة لمصر، لكن طبعا منذ بداية عام 2020 طبعا السياحة توقفت على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا. يا ترى هل يعني إيقافها من جديد هيأثر على مصر؟ طب ننشط السياحة داخليا، طب نعمل حوافز داخلية عشان ننشط السياحة. في الحقيقة كلها أفكار لازم تيجي في دماغنا عشان اللي احنا داخلين عليه والموجة التانية اللي احنا ابتدينا فيها فعليا، وابتدت للأسف بعض الدول يعني تفرض قيود على المواطنين الخاصين بيهم، فبالتالي هيكون في قيود على حركة السفر والانتقال من الخارج بالنسبة لبعض الدول. كمان هيكون في مشاكل في السياحة بالنسبة للعالم كله في ظل كمان انتشار جائحة كورونا في المرحلة التانية. مصر بقى بتعمل ايه؟ تدابيرها اخبارها ايه؟ طيب هل نشط السياحه الداخليه، شكل تنشيط السياحه الداخليه يكون عامل ازاي؟ في الحياه دي كلها افكار بتيجي في دماغنا، لكن دايما بترتبط بفكره السياحه فكره الطيران. طب ازاي ننسق ما بين الطيران وما بين السياحه عشان نعمل اسعار كويسه وحوافز كويسه تخلي المصريين في الداخل ينتقلوا ما بين مدن مصر؟ طبعا في ظل انخفاض درجات الحراره في القاهره وبعض العواصم اكيد تكون كويسه جدا في الاقصر، في اسوان، في الغردقه، في شرم الشيخ، في مرسى علم، كل الاماكن دي تكون مرتبطة بحركة الطيران، فبالتالي لو في أسعار طيران كويسة أعتقد ممكن تنشط السياحة بشكل كويس داخليا، وهو يعني نخفف حتى العبء شوية عن قطاع السياحة اللي أصبح منهك ومجهد جدا بقاله أكتر من سنتين ومش قادر أنه يقوم يوافي الالتزامات الخاصة فيه، بالتالي ممكن السياحة الداخلية تساعد حتى بعض الشيء لسد هذه الفجوة. خلينا نعرف الموضوع مع ضيفنا الكريم أستاذ هشام إدريس، عضو شركة غرفة شركات السياحة. مشرفنا استاذ هشام، صباح الخير عليك، يومك سعيد ان شاء الله. اسمح لي بس نروح نشوف تقرير نتواصل لنا في هذا الحوار، نتابع مشاهدينا الكرام. الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على إطلاق مبادرة شتي في مصر لتنشيط سبل تنشيط الحركة السياحية والحفاظ على العاملين في القطاع السياحي. المبادرة تهدف إلى دفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية عن طريق منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، خاصة مع قرب عيد الميلاد المجيد وإجازة منتصف العام الدراسي. هذا وسيتم التنسيق بين غرفة المنشآت الفندقية وعدد من مستثمري جنوب سيناء وجمعيات المستثمرين لوضع جدول بالفنادق المشاركة في المبادرة. من جانبهم أشاد المستثمرون بالجهود المبذولة من جانب الحكومة للعمل على عودة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لمعدلاتها الطبيعية، سواء السياحة الشاطئية أو الثقافية، ولا سيما من خلال الإجراءات الاحترازية والضوابط القوية التي أصدرتها الوزارة حفاظا على سلامة السائحين والعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى التحفيزات التي قدمتها الدولة لمنظمي رحلات لتنشيط السياحة الوافدة لمصر. هذا ويواجه قطاع السياحة تحديات كبيرة في ظل ظروف أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، فيما تعمل الحكومة جاهدة لاستعادة الحركة السياحية إلى معدلاتها ما قبل الجائحة، وكذلك سبل تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر. من جديد برحب مرة أخرى بضيفنا الكريم أستاذ هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة. أستاذ هشام، بشكل عام شايف الأزمة أخبارها إيه؟ وإحنا مقبلين على شكل برضه بتاع 2020 تاني بداية الجائحة، يعني نفس الشكل هنشوفه في قطاع السياحة اللي أصبح في الحقيقة منهك جدا ومتعب جدا من الصدمات المتتالية عليه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قطاع السياحة من أكثر القطاعات اللي بتتأثر بصورة مباشرة أو بتتأثر بأقل حدث أو بأقل خبر ممكن السياحة تتأثر بيه، وده شفناه في خلال الفترات اللي فاتت. كنا الحمد لله كان ابتدينا في 2017 18 19 ابتدت الدنيا تتعافى بشكل معين، يعني كنا وصلنا لحوالي 13 مليون سائح في 2019، واحنا كنا في 2010 كنا حوالي 15 مليون سائح، فانت كنت قربت توصل وكان المعدل عندك بيزيد تقريبا سنويا بما يعادل 3 مليون سائح، يعني فده ما كانش حاصل، يعني دي تعتبر طفره في مصريا. لما حصل طبعا جائحه كورونا وجت على العالم كله، طبعا جائحه كورونا يعني اخر تقرير صدر من المنظمه العالميه ان اللي هيفقد وظائفه في قطاع السياحه مباشره حوالي 197 مليون وظيفه.
على مستوى العالم كله. ده اللي في خلال هم كانوا متوقعين حوالي 177 مليون، وصلوا لحد الكلام ده لحد الشهر اللي فات. طب هل الجائحة هتستمر لحد ايه؟ طب هل الفاكسين لما هيطلع؟ الناس اقتصاديا طبعا تعبت جدا، فالعالم كله متأثر بصورة كبيرة جدا، مصر طبعا متأثرة بصورة كبيرة، كل العالم متأثر. يعني العالم كله ابتدى يقفل طبعا، الموجة الثانية حاجة زي ما انت شايف، انجلترا ابتدت تقفل، المانيا واوروبا ابتدوا يقفلوا، العالم كله ابتدى يقفل بصورة. ده في النهاردة يعني منذ قليل هولندا منعت الرحلات من والى انجلترا. بالظبط، لان هم حاولوا، يعني تعرف برضه الفترة اللي فاتت دي كان في بعض الدول ابتدت تتحرك داخليا، يعني حتى في اوروبا لما جم عملوا السياحة الداخلية في اوروبا اشتغلوا يمكن حوالي 27 دولة وزودوا عليها دولتين، كانوا بيحاولوا يعملوا حاجة داخلية بينهم وبعض. مع الاسف لما عملوا ما راعوش الاجراءات الاحترازية بالشكل المطلوب، وده اللي ادى للكارثة عندهم لصورة تانية. يعني هم برضو هي المشكلة كلها وعي المواطن سواء في مصر او خارج مصر، وعيك في الاجراءات الاحترازية اللي فرضتها منظمة الصحة العالمية. لو الناس طبقت ده برضو هيبقى القلل في الضرر هيبقى اقل من طبيعي، يعني من اللي بيحصل دلوقتي. طيب احنا بنتكلم خلاص بقى امر مسلم بين السياحه الخارجيه يكون الموضوع صعب جدا. مظبوط. فاحنا بنتكلم عن فكره مبادره يعني شتف مصر، اللي مبادره ممكن تكون داخليا بشكل او باخر نحفز الناس داخليا انها تروح، نطمنهم ان في تدابير كويسه متاخده في الفنادق. يعني شايف الموضوع هل ممكن تمشي السياحه الداخليه شويه؟ طبعا الناس برضو شايفه ان في اسعار مبالغ فيها شويه بالنسبه للمصريين في الفنادق بالنسبه لمصر. يعني طبعا، لان طبعا انت عارف حضرتك ان المنشات يعني هي الموضوع كله بيعتمد على عرض وطلب، ففي بعض الفنادق في بعض حتى مع الازمه ابتدت برضو اسعارها عاليه، لان هو عنده التكلفه برضو ربنا يكون في عونه عاليه. انت عارف حضرتك انت بتجيب سياحه من بره مصر، بقى لها دلوقتي ما فيش سياحه من بره داخلين من شهر ثلاثة، يعني قرب لي على حوالي 10 شهور، يعني داخلين على سنه ما عندك شغل خالص، فهيعمل ايه؟ فبيجي له عدد قليل فبيحاول يزود السعر. دي بيتهيألي يعني الخطوه اللي قام بيها معالي وزير السياحه مع معالي وزير الطيران، اللي هو ان هم يتجمعوا مع ورد. حضرتك عارف مفيش سياحه بدون نقل. بالظبط كده. سواء نقل خارجي او نقل داخلي. الدوله اتخذت اجراء نقطتين. النقطه الاولى اللي هي في النقل الداخلي، ان الدوله مصر هي تقريبا الدوله الوحيده في العالم اللي باثناء فتره كورونا ما وقفتش انشاء طرق. يعني ما وقفتش موضوع الطرق والانشاءات اللي بتتم في الطرق والتحرك في الطرق ما تمش ايقافها، بالعكس كانوا مستمرين فيها. وانا شايف ان دي خطوه ايجابيه مهمه جدا، لان انت عشان تشتغل سياحه عايز نقل، حتى نقل الداخلي. طب نقل داخلي اهو الطرق ابتدت تتحسن بصوره كبيره جدا، ابتدى يبقى فيه سهوله التحرك بين المحافظات بعضها وبعض، وده مهم جدا، لان عشان اعمل سياحه داخليه لازم اتحرك من المكان المنطقه اللي انا فيها لمنطقه ثانيه. عشان اتحرك الطرق اللي موجوده دلوقتي سهلت بصوره كبيره جدا عمليه النقل الداخلي. نيجي للخطوه الثانيه، موضوع حضرتك زي ما قلت في اسعار مبالغ فيها، او في بعض الفنادق او بعض المنشات هتعمل ايه؟ ما عندهاش وبتضطر تعلي في سعرها. فدي كان انتبه ليها معالي وزير السياحه ومعالي وزير الطيران، قعدوا مع بعض الاول، وكان في وجود جمعيه مستثمري البحر الاحمر، مجموعه من المستثمرين، في وجود رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحيه استاذ احمد الوصيف، وكان في رئيس غرفه الشركات اللي هو لجنه تسيير الاعمال، اجتمعوا كلهم وقرروا ان هم يعملوا مبادره شتف مصر. المبادره دي مقصود بيها ايه؟ ان انا ما عنديش سياحه خارجيه، طب الحل اللي عندي ان انا انشط السياحه الداخليه. طب ازاي انشط السياحه الداخليه؟ عشان انشط السياحه الداخليه عندي كذا نقطه. اول نقطه الطيران، الطيران سعره غالي جدا. طيب فوزير التمارين وزير الطيران في المبادره اللي هم خلاص مفروض هتطلع ديت، ان هم قرروا ان تبقى سعر الطيران سعر يعني متناول للجميع. متناول للجميع، مثلا بدل ما تبقى تذكره الطيران مثلا ذهاب وعوده مثلا 3000 جنيه تبقى 1500 جنيه في مثلا القاهره الاقصر. طب القاهره الاقصر وشرم الشيخ تبقى 1750، تبقى مثلا الغردقه ب 2000 جنيه ذهاب وعوده، يبقى انا كده دفعت 50% من قيمه تذكره الطيران هدعمه. الحاجه الثانيه، هم دلوقتي بيشوفوا مجموعه فنادق في شرم الشيخ والغردقه انها تبقى داخل المبادره، يبقى ليها سعر يعني اجمل بالباكجز الجميع. بالظبط، يعني ياخد الفندق بالطياره بالمواصلات برقم معين، يبقى بالزبط. كل الرقم ثابت. بالظبط، يبقى انا في الحاله دي نشطت السياحه الداخليه، بدي فرصه للناس انها تتحرك داخليا، لان انت حتى لو عايز تسافر هتسافر فين؟ عندك اجازات مدارس، عندك نيو يير، عندك كريسماس، عندك مجموعه احتفالات في الفتره دي، ما حدش عارف يتحرك يروح فين. فالحل اوروبا ما فيش مقفوله، عشان تسافر اي دوله ثانيه مقفوله، وعشان تسافر دوله ثانيه دلوقتي في خوف ان انت تسافر وترجع بالمرض. فالحل اللي عندك ايه؟ ان انت تشتغل سياحه داخليه، منها ان انت بتتفسح، ومنها ان انت بتعمل عمليه تنشيط للبيئه المحيطه بالمنطقه. يعني الغردقه هتشتغل، فيبقى عندها على الاقل الناس اللي شغالين بتوع المراكب
هيشتغلوا، يعني يبقى كل المطاعم هتشتغل، يبقى انت بتشغل السياحة الداخلية بصورة بالتنسيق مع وزارة الطيران، ودي انا شايف انها خطوة مهمة جدا قاموا بيها طبعا مع وزير السياحة ومع وزير الطيران. دي خطوة انا شايف انها مطلوبة. طب دي فيها توقعات يا استاذ هشام ان هي ممكن يعني تحرك الدنيا شويه داخليا، يعني ممكن الناس تقتنع ان هي تستخدم المبادره دي تكون فرصه كويسه جدا، مثلا اللي ما راحش منطقه مرسى علم يقدر يروحها، اللي ما راحش اسوان يقدر يروح، اللي عايز يروح الاقصر يقدر يروح، يعني هي تبقى في متناول الناس، يعني الناس ممكن تقتنع بالفكره. بص، هو معالي وزير السياحه لما اتحرك في الفتره اللي فاتت دي انا شايف ان في تحركات كانت ايجابيه في كذا نقطه. واحد، ان انت عندك حاجه اسمها طبعا انت لازم تراعي كل الاجراءات الاحترازيه، ودي اللي اشاد بيها رئيس منظمة السياحة العالمية لما جه مصر وأشاد أن مصر من أكتر الدول اللي طبقت الإجراءات الاحترازية. لما تيجي تلاقي أن أنت جبت مثلا سياحة حتى لو هي مش غالية من شرق أوروبا وكده، مثلا وصلت ل 300 ألف واحد وأكتر منهم وما تصابوش، دي كانت خطوة مهمة، وقدمت حاجات كتيرة جدا للأجانب عشان يفكروا أن هم ييجوا. فدي كانت شايفه ان دي خطوات. اتنين، ان انت اشتغلت على ستي هوم، ان كانت الناس اللي مش قادرين يجوا، طب اللي مش قادر يجي مصر عامل له ايه؟ ابتدوا يعملوا اللي هي المتاحف الافتراضيه اللي هي 3 دايمنشن، اللي هو ابتدوا افرجوا على اختيهم. وخاصه ان انت في الفتره اللي فاتت دي شوف حجم الاكتشافات اللي تمت في مصر وتم الاعلان عنها، كانت حاجه ما شاء الله مشرفه. يعني انا شايف ان دي كانت خطوات، يعني خطوات بنحاول بيها نوري العالم ان حتى لما تخلص جائحه كورونا يبقى انا اول مقصد سياحي ممكن العالم كله يتجه ليه. طب لحد ما يحصل ده احنا مش عارفين كورونا تخلص امتى، الشهر الجاي، الشهر اللي بعده، طب الفاكسين خالص، طب الفاكسين اللي طلع دوت هل فعال بنسبه قد ايه في الميه، طب كم واحد هياخده عبال ما يطلع مصر لكل الناس تاخده، هل هنفضل قاعدين مستنيين ولا هل المفروض ان احنا نشتغل؟ طب الحل ان احنا نشتغل على السياحه الداخليه. فالسياحه الداخليه انا شايف ان الخطوه دي مهمه، بنحاول ان على الاقل الناس يبقى في مصدر رزق ليهم، الناس المحيطين. انت عارف حضرتك برضو المشكله مش في اللي شغال في السياحه بس، اللي حواليها الارتباطات اللي المهن المرتبطه بالسياحه، عندك فوق 70 منتج مربوط بشركه بشغل السياحه، كل الناس اللي موجودين، الناس اللي في الشارع بتوع الحناطير، بتوع المراكب، بتوع البازارات، المطاعم، الغوص، عندك 100 حاجه مرتبطه بالسياحه. فلما السياحه بتقع كل ده بيقع، فهيعمل ايه الدولة؟ لازم تتحرك. شايف ان هي تحركات ايجابية، مفيش حد، مش حاجة في ايدينا. طيب ايه التحديات اللي موجودة حقيقة في القطاع السياحي الشامي؟ ايه التحديات اللي موجودة دلوقتي؟ وكان في مناقشة في الحقيقة للتحديات دي ما بين سيد وزير السياحة، سيد وزير الطيران، مجموعة المستثمرين اللي موجودين، مستثمرين الواحد الأحمر والغرف التجارية، يعني في تحديات حقيقية دلوقتي موجودة، وايه التحديات دي وهل استطاعوا فعلا انهم يجدوا حلول حتى بشكل مؤقت ليها؟ والله الدولة بتحاول طبعا، انت عندك أكبر تحديات ان انت تحافظ على العمالة في القطاع. لان انت عندك مشكله كبيره جدا ان انت، طب لو افترضت ان القطاع ده الناس العاملين فيه اتاثروا بصوره كبيره جدا، هيبقى عندهم حاجتين، يا اما هيسيب المجال ويروح مجال تاني، فيبقى انت كده فقدت عماله مدربه كانت موجوده عندك، عشان تجيب عماله تاني وتكون مؤهله ومجهزه صح. لو افترضت هتاخد وقت. فانت مثلا بتتوقع حاجتين، ان ممكن السياحه تفتح، بيبقى عندك امل في ربنا ان شاء الله انها تفتح قريب، وعندك في نفس الوقت مش عارف تكمل ازاي. طب عشان اكمل ازاي هعمل ايه؟ انا عندي مشاكل التشغيل نفسها، عندي اول مشكله عندي ان انا احافظ على العماله، ودي نقطه مهمه جدا. دي الدوله قالت اهم حاجه عندي ان انت ما تمشيش عماله عندك. طب العماله انا غصب عني هحافظ عليهم لحد امتى؟ دي تحديات بالنسبه لي كبيره جدا. الدوله حاولت في حاجات كتيره جدا انها تاجل مثلا ضريبه عقاريه، ابتدت تعمل مبادرات البنك، حتى لو افترضنا ان المبادرات دي اللي تمت في ناس كتيره جدا لسه ما استفادتش بيها بالشكل، لان الاليه بتاعتها مش مناسبه. احنا دايما بنطالب ان تغيير الاليه ازاي تناسبنا عشان نقدر نكمل، وبرضه بنبص ان الدوله صعب عليها جدا اللي هي فيه. انت عارف عشان الدوله تقدر تستمر اقتصاديا في ظل جائحه اكبر من اي دوله في العالم ما حدش كان متوقعها. والمشكله انها مش مصر، ده العالم كله جاي في نفس الجائحه، يعني فهتفقد عماله كتير جدا، هتفقد يعني هتفقد غير العماله، هتفقد انت نفسك المنشاه بتاعتك، محتاج اعاده تاهيل، محتاج تطوير ليها، محتاج ان انت تجهز نفسك للاونلاين. ان انت يعني مثلا انت هل السياحه قبل كورونا هتكون بعد زي كورونا؟ لا طبعا. طب ما بعد كورونا ايه اللي هيحصل؟ مين هيقدر يكمل؟ مين من شركات السياحه ومن الفنادق يقدر يستمر؟ مين شركات؟ يبقى لازم تطور نفسك للاونلاين. طب عشان اطور نفسي للاونلاين انا محتاج مصاريف، فالدوله عملت مبادرات، فابتدينا نتحرك كلنا على المبادرات. في ناس لسه فينا كتير ما استفادتش بيها، بنحاول برضو فيها ان شاء الله، وبنحاول مع البنوك انها تكمل، ودايما بنرفع توصياتنا ان ازاي نشتغل على ده بصوره كبيره. يبقى دي نقطة تانية. تلاتة، الدولة بتحاول بقدر الإمكان تقول لك مثلا قطاع السياحة هحاول أوقف له شوية الكهرباء، هحاول أقلل له شوية موضوع المية، أي المرافق يعني. المرافق اللي عليه الدولة بتحاول إيه تقلل الضرايب،
بوقف الضرائب في الفتره دي يا جماعه، ما فيش داعي ان الضرائب بيجي بعد المصالح الحكوميه، لا احنا عايزين الضرائب يا جماعه طب اجلوا لنا شويه. فبنحاول وبرده ايه، في استجابات وفي برده صعوبه، بس برده سنه بسنه يعني الحمد لله ان احنا قادرين نستمر لحد النهارده. احنا ما كناش متوقعين نستمر 10 شهور بدون دخل، انت عندك 10 شهور زيرو انكم يعني ما عندكش دخل خالص، والحمد لله لسه محافظين على العماله بتاعتنا، لان العماله بتاعتنا بقوا اهالينا. يعني الموضوع ما بقاش موظف يشتغل عندك، انا اقل موظف عندي بقى له 20 سنه. فلما يكون خلاص بقى اهل تقدرش تسيبه، بتقلل المرتب لحجم معين برضه اللي يقدر يمشيه بشكل معين، لكن الوضع طبعا صعب جدا يعني. لكن بنحاول ولازم نستمر، واحنا احسن من غيرنا، احسن من دول كتيره جدا في العالم طبعا. يعني الحمد لله برضو مصر، عشان ايه يعني مصر تمرد ولا تموت، عشان بلد فيها حضاره، عندنا البلد شغاله في شغل جامد جدا، كنا شغالين في المتحف المصري وكان المفروض يتم افتتاحه طبعا. حصل تاجيل ليه ودي هي. طيب كان في دلوقتي بيعدوا اعداد قوي جدا في ميدان التحرير، ان شاء الله بعد ما المتاحف تمر هتعمل نقل الموميات، بيتعمل احتفال معين بشكل معين والدوله شغاله فيه بصوره كبيره. ما هي الدوله بتحاول، بندي صوره ايجابيه دايما على ان مصر ان شاء الله بعد الازمه دي هتكون اول مقصد سياحي، سواء اقصد مقصد سياحي حتى استشفائي وعلاجي، مصر هي تبقى نفتح حاجات جديده يعني حاجات نبتدي نشط السياحه العلاجيه، نبتدي نشط السياحه الاستشفائيه، الحاجات دي كلها نقدر ندخل. وبرده كان في الحقيقه محاولات من الفتره اللي فاتت ان يكون في ديستنيشن جديده او اماكن جديده ما كانتش مستهدفه، زي مثلا امريكا الجنوبيه، والاماكن دي ما كانتش من مستهدفات مصر خالص يعني. بالظبط، فهي اللي انت بتدور على اول حاجه بعد ما تخلص الازمه، اللي انت تدور على اسواق جديده، ودي انا شايف برضو تحركات معالي الوزير بصوره كبيره جدا، حتى نائبه الوزير كانت يعني بيسافروا في كل دول العالم في الفتره اللي فاتت دي بصوره كبيره جدا، بيعملوا عمليه تنشيط وتحفيز. القياده السياسيه نفسها بتتحرك تحركات كبيره جدا على مستوى العالم، بتدي انطباع للعالم كله ان مصر امن مكان ممكن تروح، اكتر مكان سيف. الحمد لله احنا ما تاثرناش بكورونا بالشكل اللي هو الكبير، دول كتيره جدا اتاثرت بيه في العالم يعني. حتى لو يعني في عندنا حالات وفي حاجات، والحمد لله مصر برضو لو انت شفت المناظر اللي كانت في المستشفيات في اوروبا، المناظر اللي كانوا الناس، الناس كانوا مرميين في الشارع يعني. في دول ودول كبيره في العالم ليها اسم، ايطاليا واسبانيا، اسبانيا وايطاليا لما وصلوا مرحله في كورونا كانوا مش لاقيين مكان، كانت الطرقات في المستشفى مليانه ناس، الناس قاعدين في الشارع مش عارفين يروحوا، اللي كان بيعمل كان بيقول له روح اقعد في البيت، فاهم، وهو عيان ومش قادر يعني. دول كتيره احنا الحمد لله ما وصلناش لده. صحيح، يعني الحمد لله ما حصل عندنا ان قدرت المستشفيات تستوعب الحجم اللي موجود، ومعالي وزاره الصحه اتحركت تحركات على مستوى العالم كبيره جدا وكانت بتدي نتائج ايجابيه. في عز الازمه راحت الصين، في عز الازمه راحت ايطاليا، في عز الوباء وراحت ادتهم يعني زي مشروعات معينه وراحت ادت، يعني كان في تحركات بشكل كويس. انا شايف ان مصر ادارتها للازمه كدوله كانت كويسه اكثر من رائعه. طيب ازاي بقى الناس هتعرف المبادره دي، الناس ازاي هتوصل لها، الناس ازاي ممكن تشارك وتدفع الفلوس وبتحجز، يعني هيكون الفكر ازاي الخاص؟ هو طبعا الاليه بتاع طبعا عرفنا الاجتماع كان تم الاسبوع اللي فات بين الجهات كلها، وان شاء الله المفروض ان هي غرفه شركات سياحيه اللي هتقوم بعمليه عن طريق هيئه التنشيط، هي اللي هتقوم بعمليه التنشيط للمبادره، وطبعا هم هيدوها للغرفه. احنا دورنا بقى كشركات سياحه احنا نبتدي نعلن عنها، يعني دور هيئه التنشيط هتقوم بالاعلان عنها، يعني هيحجز مع شركات سياحه خاصه، مع كلها هتكون عن طريق شركات سياحه. طبعا الدوله دلوقتي بتتحرك بصوره كبيره جدا في عدم مزاوله النشاط من ليس له رخصه، فمين المنوط ليه التحرك في اي مبادره هي شركات سياحه، بالتنسيق مع غرفه شركات سياحه والوزاره مع الفنادق، فهي هيبقى ليها زي باكج معين. الباكج المعين ده لسه طبعا هم دلوقتي هيقولوا لنا كم فندق هو اللي وافق يدخل في المبادره، لان طبعا في فنادق 5 نجوم، في 4 نجوم، في 3 نجوم، فاللي هيدخل فيهم في المبادره هيتم التنسيق بينه وبين الوزاره، فهينزل لنا اسماء الفنادق دي احنا هنشتغل عليها مع سعر الطيران، لان انت مثلا ما ينفعش تكون انت راجل مش عايز يعني مسافر تشتغل وعايز تدخل في المبادره اللي فيها دعم، لا يبقى الدعم هيكون مربوط الباكج ده، عشان تاخد سعر الطياره دي وتاخد سعر الفندق ده لازم تاخده بالمبلغ ده عن طريق الوزاره. فمين المنوط ليه نشتغل في الوزاره؟ ان احنا اللي هنشتغل فيه كشركات سياحه. انا قصدي برضه المغزى من السؤال ان يعني كل الشركات السياحه تكون بسعر واحد، الفنادق كلها بسعر واحد، ان انا اروح لشركه سين او صاد او عين هلاقي نفس الرقم بنفس الفنادق نفس كل الخدمات اللي هتقدمها. بالظبط، لان يعني تحت رقابه الوزاره او مبادره الحكومه يعني، معلش لان الوزاره هي اللي هتكون متبنيه القصه عن طريق هيئه التنشيط. يعني مثلا نقول مثلا الطياره ب 100 جنيه، الفندق ب 100 جنيه، يبقى الاثنين على بعض ب 200 جنيه مثلا التكلفه بتاعتهم، شركه سياحه ليها 10% عموله على اللي هيجي، انا بودي الوزاره، لان الغرفه الوزاره هتدعم الفنادق، يعني اللي هيدخل فيها الفلوس دي هيبقى في جزء دعم
من الدولة، في جزء دعم من الطيران، يعني في جزء مدعوم من الطيران، فعشان ياخد الدعم ده لازم يكون في الباكج ده. الباكج ده احنا كلنا بقى هنشتغل عليه عشان نسوق له، هيبقى سعر ثابت لكل شركات السياحة كلها هنشتغل فيه، وما ينفعش اخده غير من خلال شركة سياحة، لان الوزارة هي اللي هتكون دعمها، وانا برضو عشان اخد ده لازم اخطر الوزارة بيه. الآلية نفسها احنا مستنيين الآلية بتاعتها. طيب نصايح حضرتك الفترة اللي جاية ايه يا استاذ هشام؟ اهم نصيحه طبعا ان احنا نكون مراعين جدا موضوع الامراءات الاحترازيه، دي اهم نقطه، ان احنا نبقى عارفين ان احنا كل خطوه بنعملها دلوقتي هي رساله للعالم كله بتقول ان مصر امنه، ان احنا نشتغل في الفتره اللي جايه دي بصوره كبيره جدا على حاجات ما كناش بنشتغل عليها قبل كده. يعني لو احنا هنشتغل دلوقتي ازاي نربط بين السياحه الثقافيه والسياحه الشاطئيه. السياحه الثقافيه طبعا زي ما احنا بنطالب في الفتره اللي جايه دي، كان معالي الوزير كان اقر ان دخول المزارات اللي في مصر كلها ب 50%، انا بطالب من خلال حضرتك ان نمد دي كمان سنه، ان اللي يدخل عشان نشجع السياحه الثقافيه بصوره اكبر، يا ريت نمدها سنه لحد 22، ان اي حد يدخل المزارات في مصر يبقى 50%. ليه؟ لما هربط السياحة الثقافية، احنا عندنا منتج مش موجود زيه في العالم، بوجود السياحة الشاطئية نربط الاثنين ببعض ونعمل باكج مشترك، نبتدي نسوق بشكل جديد. محدش يعرف مثلا زي مثلا الخليج طول عمره كان بيروح تشيك عشان السياحة الاستشفائية، عندنا في مصر في الرملة السوداء والروموتايت، نبتدي نسوق لها بشكل معين بشكل جديد مختلف. فأنا شايف إن لو اتحركنا على الماركتينج بصورة مختلفة بصورة كبيرة، نتحرك كلنا للأونلاين، كل شركات السياحة اللي في مصر وكل الفنادق وكل المنشآت السياحية تتحرك على الأونلاين. يعني دي مهم جدا. أهم حاجة الإجراءات الاحترازية، رفع الوعي، رفع الكفاءة، نبتدي نشتغل على الكواليتي، نشتغل على الكيف وليس الكم. يعني مهم جدا في الفترة دي كل شخص في مصر لازم يعرف أنه سفير للسياحة، نرجع البشاشة ترجع في وشينا تاني مهما كان عندنا، ودي ميزة عندنا في الشعب المصري ان مهما كان عندك مشاكل بتضحك وبتقول نكتة وبتقول، دي مهمة جدا. الدولة شغالة الحمد لله بصورة كبيرة جدا في الطرق، ويعني انا شايف ان الحمد لله ان شاء الله جائحة كورونا تبقى نعمة وليست نقمة. يا رب خير ان شاء الله، يا رب ترجع السياحة طبعا اللي سبق عادها عشان يعني نرجع نشوف مصر في اوهى صورها، ويعني وربنا يزيل هذه الجائحة عن العالم كله، عشان في الحقيقة العالم زي ما وقف كده، يعني في يعني وقف امام هذه الجائحة طويلا، الخسائر كبيرة جدا في كل القطاعات. يعني شكرا جزيلا استاذ هشام، شرفتنا بالحضور. شكرا جزيلا استاذ هشام ادريس، عضو غرفة شركات السياحة، شرفتنا استاذ هشام. شكرا لك. فصل قصير مع اخبار الاقتصاد، نعود من جديد لزميلي شهاب شعلان وحوار جديد من حوارات هذا الصباح، ابقوا معنا.